القصة اللي معانا اليوم حقيقة وصارت بالكويت. إذا أنت شخص أصغر من 18 سنة اطلع من هالمقطع ولا تشوفه. أنا حذرتك وقد أعذر من أعذر. أخوك محمد 16 أو أحمد الشمري. أبي أسألك أسئلة بسيطة قبل ما نبدأ القصة. ما قد فكرت وسألت نفسك وش يصير لك وانت نايم بغرفتك؟ ما تدري هل في أحد معاك ولا لا؟ طيب ما تدري إن في أحد ينتظرك تفتح عيونك؟ قد سمعت صوت بالصالة وأنت متأكد إن كل بيت نايمين؟ مثل خطوات أو فتح أبواب؟ طيب تتوقع ان الكام تطلع اشكال الجن؟ لو جربنا الاشعة الحمراء او الاشعة اللي فوق البنفسجية او نجرب. ما حسيت وانت نايم ان احد مسك رجلك؟ Stop it Nancy. It's not funny anymore. I'm trying to sleep. Please stop grabbing my feet. معقولة تخيلات؟ وتلتفت لجنبك بسرعة وتتأكد انه نايم وش بيكون موقفك وقتها؟ There's no one here. See? Ugh. It's that smell again. تصحيه من النوم تحلف تقسم له ان في احد مسك رجلك. It's standing right behind you. ما يصدقك إلين ما يطيح الفاس بالرأس. لو طفت عليك الكهرباء وكنت تسمع أصوات أطفال حولك، معقولة برضو تخيلات وأوهام؟ أو يمكن يكون أشياء كثيرة تصير بهالكون وما ندري عنها. يمكن ما نشوفها بس هذا ما يدلنا هي اساسا ما هي موجوده. احداث كثيره تصير وما تتحملها القلوب ولا يتحملها العقل، لان الرعب او الخوف نفسه مجرد احساس، او اعتبره انا سكين يقطع عقلك وافكارك قطع صغيره. الكل بدايه نهايه وخلف كل حزن حكايه. بالقصه هذه راح اكشف امور صارت لخوينا فهد، راح اقولها بدون قوانين او شروط. انا قلت في البدايه انها هي زائد 18. سم بالله واذكر الله، لان ما تدري يمكن الاحداث اللي صارت لفهد تصير لك انت اليوم. أنا عارف إن فهد خوي ما هو كذاب، وما هو من النوع اللي يحب يألف قصص عشان يلتفت له، لأن شخصية فهد قوية وكلها ثقة بالنفس، وكنا نعرفها أساساً من أيام الطفولة وندري إن الكذب ما هو من صفاته، بس موضوعه اللي قاله لنا وحنا مجتمعين بالمجلس ما كان مقبول، ما قدرنا نستوعبه ولا قدرنا نصدقه. قال فهد: أمس وأنا سهران لحالي بالمجلس ومثل عادتي يعني جالس بذا المجلس بعد ما خلصنا سهرتنا وأنتم رجعتوا لبيوتكم، شغلت التلفزيون وبديت أقلب ذا القنوات، كان الطفش ذابحني، والمشكلة إني أنا حاولت أنام بس ما قدرت، بحكم النوم أصلاً منقلب وصرت أنام الصبح، يعني لا شغل ولا مشغل، كأني عايش بحياتي هذه بدون هدف. من قناة أخبار، القناة كورة، القناة أفلام، وللحين الطفش مستمر. نظرت للساعة وكانت الساعة 12:30. مسكت مفتاح السيارة وقررت إني أنا أطلع من هالمجلس وإني أروح للشاليه حقنا اللي على البحر. لا تقولون لي نفسية ورايح لحالك، بس صدقوني لما تمرون بالحل اللي أنا مريت فيها، تحاول تسوي أي شيء يوسع صدرك. شغلت السيارة ومشيت، طبعًا كانت الشوارع هادية وشبه فاضية بحكم الوقت متأخر وأصلًا بكرة دوامات. وصلت لمنطقة الشاليهات، طبعًا كانت كلها مهجورة بحكم إن ما هو وقت إجازة فالناس ما تجيها الحين. وقفت عند باب الشاليه وفتحت البوابة الخارجية ودخلت السيارة، طبعًا كان المكان مظلم وما كان فيه أي صوت غير صوت الموج، يعني كان الجو جدًا بطل وهدوء وخيالي. نزلت من السيارة وما قفلت بحكم المكان فاضي أصلًا. فتحت باب الشاليه الداخلي ودخلت، بديت اشغل انوار وبعدها شغلت التلفزيون وحطيت جوال ومفاتيح على الطاوله بوسط الصاله، بديت اقلب ذا القنوات وحطيت على قناه تبث اغاني عربيه 24 ساعه، وهنا عليت على الصوت وخليت الصوت يرجع بكل مكان، يعني لو تمر بسيارتك برا الشاليه راح تسمع صوت الاغاني. اول ما عليت الصوت حسيت بحركه غريبه عند الدريشه وكان في احد ركض من قدامي، توقعت اني في البدايه اتخيل فما اهتميت له ولا طقيت له خبر. فبديت احوس بالشاليه اضيع وقت ورحت للمطبخ اضبط لي شيء خفيف اكله، وبعدها طلعت البحر برا كان صوته يهدي الاعصاب، بديت التفت يمين ويسار ابي اشوف في احد بالشاليهات اللي جنبنا، وبالفعل كانت كلها طافيه وهنا ايقنت وتاكدت اني انا لحالي هنا.
بعيد عن الديرة وبعيد عن الناس، بعيد عن ازعاجهم ومشاكلهم. رجعت للصالة داخل وغيرت القناة وحطيت على قناة افلام، وهنا دق جوال. مسكت الجوال وكان رقم غريب، طبعا سحبت عليه في البداية وما رديت. ظل يدق ويدق ويدق إلين ما طفش وأنا ساحب عليه، طبعا ما أرد. ما كنت ناقص أحد يغثني أو يخرب جوي. مر تقريبا نص ساعة وأنا آكل وناظر الفيلم اللي قدامي، وهنا سمعت صوت. الصوت هذا غير مجرى الليلة كامل. سمعت صوت رسالة، عرفت لما أحد يرسل لك بلوتوث ويطلع صوت ولازم تقبل الشيء هذا عشان يوصل لك، طبعا على أيام جوالات نوكيا. أيوة هذا هو الصوت. وقتها استغربت، معقول أحد يرسل لي بلوتوث؟ غريبة، ما حد حولي أصلا بهالشاليه. ركزت باسم المرسل وكان ضيف. من هو ضيف هذا؟ ذبحني الفضول اني اقبل واشوف وش مرسل. استقبلت وانتظرت ثواني بس الين مكتم العداد ووصلت الرسالة. فتحت الرسالة وهنا كانت الطامة الكبرى. كانت صورتي وانا جالس اكل وناظر بالتلفزيون، يعني صورني قبل دقائق. التفت بسرعة الدريشة اللي جنبي، وقفت مكاني وانا ناظر مستغرب، اناظر بالصورة واناظر بالدريشة. كان في شخص هنا وصورني، توقعت انه واحد من العيال بيسوي فيني مقلب، بس المشكلة ما حد يعرف اني انا رايح للشاليه اصلا. طيب معقول احد الشاليهات اللي جنبي؟ بس برضو انا متأكد 100% انه ما في احد هنا. رحت للدريشة وبدأت اطل برا وبرضو ما كان في احد. ناظرت للساعة وكانت ساعة تقريبا جت 3 الفجر. اسرعت الباب وبدأت امشي والف على الشاليه، وهنا بدأت خطواتي تسرع وبدأت اركض والف على الشاليه من برا لعل وعسى ان يحصل الشخص اللي صور. توقعت في البداية ان ركض البحر وان اكيد واحد من العيال مسوي ذكي على راسي. ركضت للشاطئ وانا ادور اثار رجلينا، بس الغريب ان ما كان فيه اثار على الارض. كان الجو هدوء، ما كان فيه نور الا نور الشاليه نفسه ونور القمر اللي ينور هالمكان. احترت من اللي صورني وارسل لي صورته بعدها اختفى. اكيد انه مقلب، واكيد انهم العيال مخططين لهالشيء. بديت اصارخ واقول ترى قديمة هالحركات انت وياه، ما راح تمشون علي هالمقلب. وبدأت أضحك كأني قافط الوضع. وهنا سمعت صوت البلوتوث مرة ثانية. ناظرت بالجوال وكان ضيف مرسلي. استقبلت بدون أي تفكير، انتظرت الرسالة وصلت وفتحت وكانت صورة ثانية. كانت صورتي وأنا واقف برا الشاليه. هنا انصعقت، لفيت بسرعة وراي أحاول أدوره. بدأت أركض وأدور حول الشاليه مرة ثانية. أنا متأكد إنه مقلب، متأكد 100% إنه مقلب من العيال. مو معقول اللي يصير لي، معقول أحد يرسل بالبلوتوث من مسافات بعيدة. دخلت للشاليه مرة ثانية، بديت أدق على العيال كلهم بس ما حد رد بحكم الوقت أساسا كان متأخر، والساعة أصلا قربت للساعة 4 الفجر. كتمت صوت التلفزيون وبديت أقرأ قرآن بقلبي. هنا حسيت براحة نفسية شوي. قررت أني أطلع للبحر مرة ثانية لعل وعسى أحصل أحد يصيد هنا. طلعت وبديت أمشي على هالرمل. كان نور القمر هو الشيء الوحيد اللي نور هالمنطقة. كنت أمشي والتفت يمين ويسار يمكن أحصل شيء ويكون هو دليل على الشيء اللي صار ويمحي هالوسوسة والأوهام اللي جتني. طبعا وأنا أمشي شهكت من الخوف. سمعت صوت تلفزيون داخل الشاليه اشتغل على اغنيه اجنبيه، وكان الصوت عالي مره، كان الصوت مزعج. ركضت طبعا للشاليه بسرعه وانا احاول اني اركض باقوى ما عندي بحكم التراب اصلا كان كثير ويعيق الحركه شوي. دخلت للشاليه وكان كل شيء مثل ما هو الا التلفزيون. طفيته وانا متاكد اني انا كنت كاتم الصوت. بديت التفت حول ادور احد بالغرفه، ادور بالحمام وادور بالساحه اللي برا عند السياره وما كان في احد. رجعت بدخل الشاليه مره ثانيه الا وفجاه اشتغل نور السيارة، كان مشغل العالي. بديت اصارخ وانا احاول ميز الشخص اللي داخل سيارتي واقول من هنا، والمصيبة انه بدال ما يجاوبني ويقول من هو كان يطفي النور ويرجع يشغله، وانا احاول اني اميز شكله بس مو قادر. وبعد لحظات بس انفتح الباب ونزل شخص طويل، كان لابس ثوب اسود بعز الصيف والحر، كان لونه حنطاوي ووجهه مايل على الازرق وكانه مخنوق. حسيت وقتها رجولي ما كانت تشيلني، كل وصلة بجسمي حسيت انها ترجف، دقات قلبي تزيد وحسيت انه بيطلع من مكانه. تقدمت خطوة وأنا كل أمل إني أوري هالرجال إني أنا ماني خايف منه وقلت آمر أخوي أقدر أساعدك بشيء؟ ناظر له وكان ساكت، بعدها صد عني وبدأ يمشي إلين ما طلع من بوابة الشاليه واختفى. أول ما شفته اختفى على طول ركضت لداخل وخذت مفتاح السيارة وجوالي وركضت بسرعة ورجعت ركبت السيارة وطلعت من هالشاليه، لدرجة إني تركت الأنوار شغالة وحتى باب الشاليه ما سكرته. ما كنت مصدق عيوني وقتها، مو مصدق الشيء اللي شفته. شغلت الاف ام وحطيت على اذاعه القران وانا هلوس بيني وبين نفسي، معقوله اللي شفته حقيقي؟ هل هو جن؟ هل هو انس؟ او وش الشيء اللي انا شفته؟ طيب ليه ما رد علي واعطاني ظهره ومشى؟ ليه جاني؟ وش كان يبي مني؟ مسكت جوالي وكنت بتصل بالشرطه، بس وش اقول لهم؟ حاولت ادق على اخواني بس كنت عارف انه ما راح يردون بهالوقت المتاخر. مسكت الخط العام وكنت مسرع راجع للديره، وصوت القرآن كان يملي السيارة وبدأ الفجر يرسم خطوطها الأولى بالسماء معلن نهاية ليلة غريبة وبداية يوم جديد. بدأ يضحك كل العيال على فهد وسالفته بالمجلس وهو يقولها، وبدأت الطقطقة والاستهبال عليه وانه كذاب. بس اللي شدني في فهد انه كان منزل راسه وقال والله اني دريت ان ما حد راح يصدقني. الكل كان يقول فهد يتخيل،
ومن قصته أصلا ما تخش العقل، لدرجة إن واحد من الشباب كان يضحك ويقول إيه يا فهد يا أخي لو ما تبين نخش هالشالة علمنا يا أخي ترى ما راح نجيك. تضايق فهد وراح لدورة المياه، وهنا من باب الفضول مسكت جوال فهد ودخلت على الاستوديو ورحت للصور، وأول صورة طلعت لي كانت الرجال حنطاوي وجمايل الأزرق ولابس ثوب أسود. الصورة تصورت بشاليه فهد تاريخ أمس، أيوه اللي تفكر فيه أنت وياه، يعني خوينا فهد كان صادق. بس السؤال اللي ببالي وبالك الحين، من هو هالشخص هذا وش يبي من فهد؟ انتهت القصة، شكرا لكم على المتابعة. طبعا كثير يطلبوا قصص حقيقية، بس للأسف أكثر القصص تكون قصيرة مثل هذه، وأخوانا طبعا ما شاء الله بالقنوات المجاورة ما خلوا قصص يعني، فهل تسمحوا أني أنزل قصص مكررة؟ وعشان أوضح لكم الفكرة بس بشكل عام، أنا أخذ من جوجل، وبرضو أشخاص كثير حقين قصص جين يأخذون من جوجل. يعني لو أنا نزلت قصة مثلا جوال امرأة وفي أحد نزلها، لا تروحون تهجمون عليه وتقول ليش أنت منزلها أنت سارقها من تو جيمرز. لا، أنا مجرد راوي، لما هو يقلد اسلوبي، انت طبعا شفتوا الكثير قلدوني حتى المؤثرات يعني وفكرة الافلام و3D، بس ما علينا. بس لما انت تشوفه يقلد اسلوبي، يقلد المؤثرات، يعني يقلد كل شيء انا اسويه، ذيك ساعة انت قوله ليش تقلد. اما لما ياخذ قصة، اتمنى من كل قلبي ما تسببوا لنا احراج مع القنوات الثانية، اللي يبي ياخذ ياخذ بكيفه، ترى كلنا ناخذها من جوجل. اعطوني رايكم بالكومنتات، تبون انزلها ولا لا. لا تنسى اللايك المفضل والنشر يا بطل، ادري ما راح تقصر معاي. كان معاكم اخوكم 16، فمع الله.